شعرت بفخر، لأن إحنا في بلد مو بس ديمقراطي وفي حرية، في بلد يقوم رئيس مجلس الوزراء يشرح للرجال الساسة في البلد. أنت في النهاية تتكلم عن مجلس أمة ومجلس وزراء، من المفترض أن هؤلاء يعرفون ما يدور من أحداث، لأن كنا كثير ما نسأل عن الشريط وغيره، ما عندنا معلومة أصلا، نسمع كما يسمع الآخرون، تأتينا في الواتساب يعني معلومات يبين منها أن معلومات تريد الفتنة، تريد الإثارة، تريد إيجاد نوع من التوتر السياسي في البلد. وكن البعض كان يصدق اللي يلا يصدقه. اليوم بشجاعة سمو رئيس مجلس الوزراء، بالأداء المتميز لسمو رئيس مجلس الوزراء، بطلب منه هو شخصيا، ولو أنه ترى كان أكو طلب مقدم من النواب أنه يطلب من الحكومة أن تقدم ما لديها من معلومات، لأن بالفعل هذا الموضوع بدأ يقرقنا. صحيح أنه في القضاء، لكن نحن كنواب أمة تحت قبة عبد الله السالم وفي جلسة سرية حتى لا يقال أنه نشرت بعض المعلومات قد تؤثر على سير القضاء وما شابه، كان يجب أن نعرف ماذا يدور. قام سمو رئيس مجلس الوزراء وأعطى تفصيل متكامل عما يعني لديه من معلومات، وبالنتيجة يعني أنا أقول لك رأيي الشخصي حقيقة، ما ذكره الأخ الرئيس رئيس مجلس الأمة الأخ مرزوق الغانم بعد الانتهاء من الجلسة السرية تحت قبة عبد الله السالم هي النتيجة التي وصلنا لها نحن كنواب. أكرر رأيي الشخصي أن حقيقة كنا عايشين في أوهام، لكن ما رأيناه تبين أنه بالفعل، أكرر رأيي ولا أتدخل فيما القضاء يعني يتابعه ويعمله من خلال النيابة العامة، أنه بالفعل قناعتي أنا الشخصية التي لا أريد أن أثر بها على أحد، أن يعني كل هذا لا معنى له ولا أثر، وإنما شيء أكرر رأيي الشخصي لم أرى أنه يصل إلى مستوى أن يثير هذه الفتنة التي أثاره. يعني أنت في البلد الحين يعني من كثر ما نسمع عن أشياء نتعجب، حزب الله وإيران والشيعة والسنة والبدو والحضر، كل هذا في الواقع لم يكن موجودا كما كنا نسمع. فالحمد لله رب العالمين، اليوم خرجنا من فتنة كانت تريد أن تعصف بالبلد، ورأينا بأعيننا وسمعنا بآذاننا التفاصيل التي أكرر أقنعتني أنا كشخص أنه كل ما أثير